لديه قوة خارقة بحيث أنه يدبر كل ما يحدث في البلاد. ثم لو أن المبارك يعني كما تقول هو الذي يدبر هذه الأمور، يعني لو كان لكان المجلس العسكري اقتص منه فورا. أين المجلس العسكري من تحقيق العدالة وخاصة في محاسبة وعقاب هذا الرئيس؟ يعني تقرير هذا متهم، كيف تجند له الطائرات؟ كيف تجند له كذلك المستشفيات في الوقت الذي لا نرى فيه مستشفى صالحا لعلاج ماذا أقول مصابين من الشباب؟ يعني أنت تتهم المجلس العسكري بالتمييز بين المرضى، يعني مبارك يعالج في أماكن متميزة وفاخرة، المرضى العاديين يعالجون في مستشفيات ليس بها لا, لا, لا يجدون علاجا في هذه المستشفيات. رئيس الوزراء يقول هناك 52 مستشفى تعالج المصابين، انظر لمستشفيات لا يجدون فيها حتى السرنجة، تمام حضرتك، ويشترون هذا الأمر يعني بصورة لا تليق بمقام ما فعلا أعطوه. يعني أستاذ باء عطية، أنتم في لجنة الدفاع الأمن القومي، يعني ما هي القرارات التي ستخرجون بها؟ القرارات التي فعلا سنخرج بها والتي تم الاتفاق عليها الآن، أولا أن يسجن حسني مبارك في سجن كبقية المواطنين العاديين، وأن تطبق عليه لائحة السجون تطبيقا واقعيا دون تمييز. لكن ما نراه هذا تمييزا واضحا، هل هذا تشريفا لحسن مبارك؟ هل هذا محترما تقديرا لمكانته بعد أن أفسد البلاد والعباد وأقمع يعني أقعمنا تحت ظل 30 عاما بالذل والظلم؟ وما هي باقي قراراتكم؟ باقي القرارات هيكلة وزارة الداخلية، تطهيرها تطهيرا شاملا من كل براثن وعناصر الفساد فيها، وضع خطة استراتيجية استباقية لعدم تكرار مثل هذه الأحداث التي ألمت بهذا الشعب وأضرت به كما وكيفا، وأنت ترى ليل نهار. كذلك وضع خطة استراتيجية أخرى للقضاء على مثل هؤلاء الذين يسمون بالبلطجية أو كذلك يعني أعضاء الثورة المناهضة والذين يأخذون بأيدينا إلى الخلف ولكي نعيش دائما إلى الوراء هكذا. الأمر الثالث كذلك أن هذه اللجنة ستقوم بوضع خطة استراتيجية للإشراف والرقابة تماما حضرتك، وتحقيق فعلا العمل البرلماني بكل ما تملك من صلاحيات على وزارة الداخلية وكذلك على الأمن القومي. الأستاذ بهاء عطية عضو مجلس الشعب عن الفيوم عن حزب الحرية والعدالة المنيا وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس الشعب، نشكرك شكرا جزيلا. شكرا. معنا أيضا الدكتور محمد البلتاجي النائب المخضرم عضو مجلس الشعب عن شبرا الخيمة دائرة جنوب القليوبية. دكتور محمد، يعني ما الذي استوقفك في كلمة اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية الأمن العام؟ لا، تشوف هذه الجلسة انعقدت للوصول إلى إجابة محددة، من هي الأيدي التي تعبث بأمن الوطن بعد الثورة وتريد أن توقف مسيرة هذه الثورة؟ هذه الأيدي واحدة من 28 يناير 2011 في وهم القناصة الذين قتلوا شهداءنا يومها، واستمرت في موقعة الجمل، واستمرت هي نفس الأيدي تدير أحداث مسبيرو والبلون والسفارة الصهيونية ومجلس الوزراء ومحمد محمود وأخيرا بورسعيد. هذه الأيدي لابد أن نضع الجميع أمام مسؤولياته فيها. دكتور محمد، يعني دعنا طلبنا مدير الأمن العام، مدير الأمن الوطني اللي هو جهاز أمن الدولة السابق، الأمن المركزي، مدير وزير المخابرات العامة، مدير المخابرات الحربية، لنضع الجميع أمام استحقاق، إما أن يجيبوا على السؤال بحقائق واضحة يقتنع بها الرأي العام، وإما أن يخلوا مواقع مسؤولياتهم لأنهم غير جديرين بالبقاء إذا لم يجيبوا على السؤال من يصنع الأزمات لهذا الوطن. أنتم طلبتم مدير الأمن الوطني، مدير الأمن المركزي أو مساعد وزير الداخلية الأمن المركزي، مدير المخابرات العامة، مدير المخابرات الحربية، طلبتم الحضور أين؟ يعني هذه لقاءات اجتماعات، هذا الاجتماع كان مع اي لجنه في مجلس الشعب؟ لجنه الدفاع والامن القومي هي المعنيه. تطلبون طلبتم هؤلاء؟ نعم نعم، هذه هي لجنه الدفاع والامن القومي معنيه بالرقابه على اداء هؤلاء كسلطه تنفيذيه. متى ستبلغون المجلس العسكري بطلبكم حضور قيادات الاجهزه الامنيه لسماع اقواله؟ يعني متى سوف تبلغون؟ هل ستبلغون المجلس العسكري اليوم ام بعد غد؟ تم ابلاغهم من ابلاغهم بالفعل ولترتيب مواعيد خاصه بالاطراف الخمسه سواء كانوا امنيين او عسكريين، ولابد ان يجيبوا على السؤال. وبالتالي يعني الحديث الذي تناوله السيد مساعد وزير الداخليه لا علاقه له بالاجابه على السؤال، هو يتحدث عن ارقام وتواريخ واحداث، وفي الاخير من يدير البلطجه المنظمه في مصر من اجل قتل هذا الشعب.
هل أبلغكم المجلس العسكري بأنه وافق على إرسال هؤلاء المسؤولين قيادات الأجهزة الأمنية للحضور أمام لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشتهم في أسباب القصور في عدم قدرتهم على التصدي للمؤامرات التي يتحدث عنها المجلس العسكري وتحدثون أنتم أيضا عنها؟ في أطراف أمنية بتخاطب بشأنها وزارة الداخلية وفي أطراف عسكرية بيخاطب بشأنها وزير الدفاع، وبالتالي هذا الجدول سنتابعه مع رئيس اللجنة لنحدد هذه الاجتماعات. المهم هو أن هذه الاجتماعات ليست مجرد أحاديث، لكن هذه اللجنة بعد انعقادها الآن وبعد سماع ما قاله مساعد الوزير ثم توصيات الأعضاء سيتم إقرار هذه التوصيات بالتصويت عليها داخل اجتماع للجنة، لتعرض غدا على اللجنة العامة للمجلس، لتعرض بعد غد على الجلسة العامة للمجلس. وبالتالي مطالب النواب من إقالة النائب العام، مطالب النواب من ضرورة حبس طبيعي لحسني مبارك داخل سجن ترى، من ضرورة تفريق عصابة ترى على السجون ومعاملتهم كمساجين سياسيين كمسجونين طبيعيين وليسوا على رأسهم ريشة، ضرورة هيكلة وتطهير القيادات العليا في وزارة الداخلية. يعني دكتور محمد، أحداث موقعة الجمل وأنت كنت شهيد عيان فيها وكنت تحشد أنصارك أو من أبناء دائرتك من شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، موقعة الجمل يعني الذين ارتكبوها أمام الكاميرات صورهم موجودة في كل الصحف ومواقع الإنترنت ولم يقدموا للمحاكمة، أو لا نعرف يعني الذين قتلوا وارتكبوا هذه المذبحة لم يقدموا. أيضا فيما بعد أحداث بورسعيد تمت أمام الكاميرات، العديد من المذابح سواء في محمد محمود أو في مجلس الوزراء أو مزبيره كلها كانت أمام الكاميرات، حتى أن مساعد وزير الداخلية نفسه الذي يحاكم حاليا اللواء أحمد رمزي قائد أمن مركزي قال أن الضباط الذين قتلوا المتظاهرين صورهم معروفة ومنشورة في جميع مواقع الإنترنت وتم تقديمها للنائب العام ويقال يسأل النائب العام عن من قتل المتظاهرين. يعني ما هو تفسيرك لعدم تقديم من يقتلون الناس علنا أمام الكاميرات حتى الآن؟ النيابة العامة محل اتهام الآن، النائب العام ضرورة تغييره. لماذا يعني لا يقدم النائب العام هؤلاء للمحاكمة يعني من وجهة نظرك؟ يعني ما هو مصلحته معهم؟ يعني ما أعرفه هو ضرورة أن يقال النائب العام، لأن كما قلت لو كان قدم أدلة إثبات جريمة واحدة ل 28 يناير 2011 ما كانت تكررت هذه الأحداث، وبالتالي استمرار النائب العام في موقع مسؤوليته بعد اليوم هو أمر مرفوض، ويجب على المجلس العسكري أن يتحمل مسؤولية كاملة أمام إرادة شعب عبر عنها نواب البرلمان بشكل واضح. هل كان بمقدور النائب العام أن يعرف من يعني قام بقتل المتظاهرين في كل هذه الأحداث؟ مؤكد أن هذا هو دور النيابة العامة، وبالتالي كما قلت إذا لم يقم النائب العام بدوره فليخلي موقع مسؤولياته، إذا لم يقم وزير المخابرات العامة بدوره فليخلي موقع مسؤولياته، إذا لم يقم مدير المخابرات الحربية بدوره ويقدم معلومات دامغة فليخلي موقع مسؤولياته، إذا لم يقدم المسؤول الأمن الوطني والأمن العام بدورهم في إطلاع الرأي العام وعلى الحقائق كاملة من وراء كل هذه المصائب يخلو جميع المواقع مسؤولياته. هذا هو دور الرقابة الذي يجب أن يقوم به البرلمان. دكتور محمد، يعني بالأمس كتب الأستاذ إبراهيم عيسى كتب صحفي مقالا قال فيه أن أحد السيناريوهات المطروحة هي المجلس العسكري هو الذي يحيك هذه المؤامرات، قال ربما هذه من ضمن السيناريوهات التي طرحها إبراهيم عيسى، واستشهد بما حدث في عام 1954 عندما اتفق الرئيس الراحل محمد نجيب على تسليم الحكم المدنيين، ووفقا لرواية إبراهيم عيسى أيضا الرئيس الراحل عبد الناصر قام بدفع 4000 جنيه لمجموعة من البلطجية والغوغاء، وكان عبد الناصر وزير للداخلية ودفعهم إلى الشوارع وقاموا بعمليات حرق وإتلاف وأحداث شغب وطلبوا بقاء الحكم العسكري حتى يتم استعادة الأمن البلاد. إلى أي مدى تتفق أو تختلف مع ما ذهب إليه إبراهيم عيسى في مقال؟ شوف أنا قلت أمس بشكل واضح وكتبت هذا أني أؤمن أن جهاز مخابرات حسني مبارك لازال يعمل حتى هذه اللحظة ويعمل ويقود كل هذه الصائب. هذا الجهاز يرتبط بقيادات أمنية داخل وزارة الداخلية حتى الآن، يرتبط بقيادات أمنية سابقة، يرتبط برجال أعمال، يرتبط بشبكة البلطجة التي كانت توظفها وزارة الداخلية سياسية في السابق حتى اليوم، وبالتالي هؤلاء جميعا يعملون وعلى الأجهزة المعنية. إذا لم تعلن الحقائق يعني الدامغة المقنعة للرأي العام فنمرة واحد تخلي موقع مسؤوليتها، نمرة اثنين تصبح هي في موقع اتهام. هل هذا الجهاز اللي هو جهاز مخابرات حسني مبارك الذي يقود كل هذا المخطط يعمل تحت سمع وبصر المجلس العسكري أو بعيدا عن سمع وبصره ويدير المؤامرات من ورائه؟ هذه هي المسؤولية التي يجب أن يجيب عنها المجلس العسكري. دكتور محمد البلتاجي، يعني أنت حضرت اجتماعا قبيل يعني قبل بدء أعمال مجلس الشعب في اسكندرية. دكتور محمد البلتاجي، يعني أنت حضرت اجتماعا قبيل يعني قبل بدء أعمال مجلس الشعب
في ساقية الصاوي طلبتم فيها بأن وعدتم بأنكم ستتخذون إجراءات نقل السلطة لمجلس الشعب، ألا تخشون من أن يعني مطلبكم بالإسراع بنقل السلطة يؤدي إلى خروج الجماهير يعني تطالب بوقاء الحكم العسكري؟ يعني شاهدنا ذلك في عام 1954 هناك جماهير خرجت عندما يعني حدثت فوضى طلبوا بوقاء عبد الناصر ولم يقولوا أن عبد الناصر مسؤول، عندما وقعت نكسة 67 يعني المنطقة أن الجماهير تخرج تطالب عبد الناصر بمحاسبة عبد الناصر أو رحيله لكن خرجت تقول يبقى عبد الناصر، اليوم يتكرر نفس السيناريو أنتم تطالبون بأن يرحل المجلس العسكري، ألا تخشى أن يؤدي ذلك إلى أن تخرج الجماهير تطالب بوقاء المجلس العسكري؟ يعني مؤكد أن حالة الفوضى المصنوعة هذه هي تريد أن تجعلنا أمام خيارات، إما بقاء المجلس العسكري وبنفس المنظومة الأمنية القمعية التي تعتمد على الإجراءات الاستثنائية من أحكام عرفية وطوارئ ومحاكمات عسكرية وغيرها، وإما فهي الفوضى العارمة، وهذا المنطق مرفوض. وبالمناسبة أحد السادة النواب المعينين من قبل المجلس العسكري تحدث بهذه اللغة في بداية الجلسة واعترض عليه زملائه ورفضوا هذه الرسالة، سواء كان بيتحدث عنها معبرا عن نفسه أو معبرا عن المجلس العسكري. نحن نضع الجميع أمام استحقاقاته، نحن مع نقل السلطة من خلال انتخابات رئاسية مبكرة ولسنا مع نقل السلطة لمجلس الشعب. مجلس الشعب استلم السلطة الرقابية التشريعية وبدأ يمارس صلاحياته ويؤدي واجباته نحو هذه السلطة كتشريع وكرقابة، لكن السلطة التنفيذية لا تزال في يد المجلس العسكري، هو يدير البلاد وهو يشكل الحكومة، ونحن مع رئاسة مبكرة بعد إتمام انتخابات الشورى وانعقاد مجلس الشعب والشورى معا، ولسنا مع نقل السلطة بطريقة استثنائية ولا طريقة مباغتة. دكتور محمد، باعتبارك يعني برلماني مخضرم في عهد مبارك ثم في عهد برلمان الثورة، يعني ما هو تفسيرك لإحصاء قام بها زميلنا الصحفي خير راغب ذكر فيها أن عدد من سقطوا في حكومة أحمد شفيق من الشهداء في محكمة الجمال كان 12 شهيدا فقط وطبعا 1000 جريح، في عهد حكومة الدكتور عصام شرف خلال 10 أشهر سقط 82 شهيدا يعني بواقع شهيد كل أسبوع، بينما في حكومة الجنزوري سقط 85 شهيدا خلال فقط يعني 40 يوما يعني بمعدل سقوط شهيدين كل يوم، يعني ما تعليلك لكثرة حوادث سقوط الشهداء في حكومة الجنزوري؟ يعني القضية ليست قضية أعداد، يعني القتلى والشهداء، فالمواطن المصري له حق الحياة والاعتداء على هذا الحق يعني لماذا زاد العنف في عهد حكومة الجنزوري عما كان عليه في حكومة عصام شرف؟ يعني كان هناك اتهام لحكومة عصام شرف بأنها ضعيفة وما إلى ذلك، لكن في عهد حكومة عصام شرف لم تحدث كل هذه الفجائع أو المصائب، يعني ما تفسيرك يعني من واقع خبرتك السياسية؟ يعني نحن ندرك جيدا جميعا أن معظم الأحداث التي سبقت كانت إما بمناسبة اقتراب محاكمات بدء محاكمات حسني مبارك، لأنه كان مطلوبا ألا تبدأ هذه المحاكمات أصلا بصرف النظر عن جديتها أو هزليتها، ثم بدأت الأحداث كلما اقتربنا من موعد انتقال السلطة من موعد الانتخابات الأولى ثم البرلمانية ثم الرئاسية، تدور هذه الموجات الجديدة من محاولة إثارة فوضى عام ربما لتصل للنتيجة اللي حضرتك أشرت إليها منذ قليل، وهي أن يبقى فيه حالة من الفوضى العامة، حالة من الانفلات الأمن الواسع، حالة من الانسحاب الشرطي الممنهج، وبالتالي تخرج الجماهير لتقول نحن نريد الحق في الأمن والأمان بصرف النظر عن من يحكم ومن يدير وبصرف النظر عن أن تجري محاكمات أو لا تجري محاكمات. وهذه رسالة أيضا مرفوضة، لأننا مع حق الشعب المصري في الأمن والأمان، لكن أيضا مع حق الشعب المصري في أن يدير شؤونه بإرادته الحرة ودون وصاية عليه من أحد. دكتور محمد البلتاجي، يعني سؤال أخير، يعني عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط طلب خلال الجلسة الماضية وخلال اتصال معه يعني منذ قليل بأن يتسلم الإخوان المسلمين الحكم، وأيضا الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوسط الاجتماعي طالب في كلماته منذ قليل في الجلسة الشرقة بأن يشكل مجلس الشعب الحكومة، أيضا العديد من الكتل البرلمانية طالبت الكتلة حزب الحرية والعدالة بتشكيل الحكومة إما منفردة أو بالتحالف مع آخرين، أنتم لماذا ترفضون تسلم الحكم؟ يعني نحن نتحرك في إطار دستوري، لا زلنا حتى هذه الحكومة يشكلها المجلس العسكري بصرف النظر عن موقف، وأن ترى أداءنا الرقابي على أداء هذه الحكومة، لكننا مع تبكير انتخابات رئاسية عقب انتخابات الشورى لندخل إلى إتمام انتقال السلطة التنفيذية كاملة، ليصبح لدينا برلمان يتولى السلطة التشريعية والرقابية كاملة والرئيس يتولى السلطة التنفيذية ويعود المجلس العسكري إلى دوره في حماية البلاد. وبالمناسبة أريد أن أؤكد أن المجلس العسكري عليه تأمين
تأمين وحماية البلاد بصرف النظر عن سواء كان طرف في العملية السياسية أو بعد خروجه من العملية السياسية، والحديث عن أن خروج المجلس من العملية السياسية يمكن أن يفتح بابا إلى الفوضى الواسعة لعدم قيام الشرطة بواجبها، فهذا تهديد مرفوض، لأن المجلس العسكري والقوات المسلحة واجبها أن تؤمن وتحمي البلاد دون أن تكون طرفا في العملية السياسية. أما قضية تشكيل الحكومة اللي حضرتك تتحدث عنها، فإذا كان هناك ضرورة وتوافق وطني على الحاجة إلى تشكيل حكومة فهذا أمر يمكن مدارسته، لكن ليس على برنامجنا كحزب حرية وعدالة أن نشكل حكومة منفردة في هذه المرحلة بعيدا عن الإطار المتفق عليه. هل لو عرض عليكم المجلس العسكري أو لو وافق والمجلس العسكري يعني رفض طلبكم يعني في حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بالانتظار حتى نتائج الانتخابات البرلمانية حتى يشكل البرلمان، هو المجلس العسكري رفض طلبكم آنذاك، الآن لو تراجع المجلس العسكري عن موقفه الرافض من أن يسمح لمجلس الشعب بتشكيل حكومة، هل ستوافقون على تشكيل الحكومة سواء أنتم بمفردكم في حزب الحرية والعدالة أو مع باقي الأحزاب؟ زي ما قلت وأنا أجبت على السؤال، ليس على أجندتنا تشكيل حكومة منفردة في المرحلة الانتقالية، لكن ممكن تشكلوا حكومة ائتلافية. على هذه قضية ينبغي أن تناقش بين القوى السياسية لنراها من حيث المبدأ ومن حيث التفصيل ومن حيث الحاجة والضرورة إليها، ونحن على بعد انتخابات رئاسية بعد يمكن أن تبدأ بعد أقل من شهر من الآن. دكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب، أشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. وفقنا الله
ووافقكم بما فيه خير مصرنا وأنت إلى جدول الأعمال. رئيس اللجنة وسادة أعضاء اللجنة والصحافة هي اللي بتوصل الإعلام، بتوصل رسالتنا للشارع وبتنقل الصورة تماما إلى الرأي العام المصري. وإحنا بنشكر السادة الزملاء من الإعلاميين والصحفيين من أجهزة الإعلام، وأيضا بنشكر السادة أعضاء اللجنة، لأن فعلا اللجان بتبقى سرية، الجلسات علنية لكن اللجان بتبقى سرية، لكن الوضع يتطلب نقل الصورة للرأي العام. أنا بشكركم، والسيد رئيس اللجنة هيدي الكلمة. يرسل رسالة إحباط باستمرار الضباط والأفراد. الوقفات الاحتجاجية المستمرة خلال شهر فبراير نوفمبر 710 وقفة احتجاجية، 710. نحن غيرنا السياسة، لا نواجه أي مظاهرات سلمية، والسيد الوزير الحالي أعلن هذا، سيادة اللواء محمد إبراهيم أعلن هذا من أول يوم جه فيه. ربعمية وخمسين وقفة قدام المزارات، 47 قطع طريق، 30 سكة حديد. زادت خلال شهر نوفمبر 62 قطع طريق، 40 سكة حديد. زادت في شهر يناير 72 قطع طريق، 45 سكة حديد. هذه الوقفات الاحتجاجية تؤثر على الأمن وتؤثر على الأداء وتعطل مصالح الناس وتظهر أن هناك انفلات أمني. كل ما نقف على رجلينا يحصل مشكلة. 28/6 مسرح بالون، 8/7 الاعتصام في ميدان التحرير وما تتبعه وما سبعه من أحداث، 9/10 مسبير، 19/11 محمد محمود، 16/12 أحداث مجلس الوزراء، واليوم أحداث بورسعيد. حدث يندى له الجبين، هناك تقصير، قد يكون هناك تقصير، لكن ماذا تم؟ النائب العام أعلى صوت التحقيق في الدولة انتقل مع فريق، مجلس الشعب قام بمسؤولياته، وهناك لجنة تقصي حقائق على أعلى مستوى، وزير داخلية اتهم في أول جلسة تتم لبحث هذا الموضوع. الحدث جلل ونحن نقدر هذا، لكن لم تقف الدولة ساكنة. تحقيق على أعلى مستوى من أعلى جهة تحقيق، اتهام لوزير الداخلية لأول مرة في التاريخ المصري يحدث. لجنة تقصي حقائق تعمل وما زالت تعمل وموجودة حتى الآن في بورسعيد. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ إيه اللي حصل؟ يا دوبك مجلس الشعب خلص المناقشة و800 واحد بقوا موجودين في شارع نصية محمد محمود ومنصور، الشارع اللي فيه الوزارة على نصية الوزارة، اتحرك منهم 250 على طلعة حرب، الأوبرا، العتبة، والعودة ب2000 واحد، اتحرك منهم 300 إلى ميدان الجيزة مرورا بالنادي الأهلي، والعودة 3000 واحد. اتحرك مجموعة أخرى وصلوا عبر كوبري الجلاء 7000 واحد. وصلت الأعداد في ميدان التحرير 9000
نصية محمد محمود منصور 4000، نصية محمد محمود نوبار 3000، شارع حسين حجازي ورا هنا عند مجلس الشعب اتحرك مجموعة حوالي بتاع 2001، سيمون بوليفار حسين حجازي شارع الفلكي حصار لمنطقة مجلس الشعب والوزارة كلها، ولم يقف لحد الموضوع عند هذا الحد، بل انطلقت كل التحركات على مستوى الجمهورية، كل مديريات الأمن بتهاجم، مراكز والإقسام بتهاجم، المعلومات ابتدت تتوارد أنه سيتم الاقتحام لوزارة الداخلية، وعقب الانتهاء منها سيتم اقتحام التلفزيون، وعقب الانتهاء منها وزارة الدفاع، وبدأت مسيرات هنا وهناك واحتكاكات هنا وهناك وتعديات هنا وهناك. هل حضراتكم يعني آسف للإطالة، لكن أنا عايز أحط حضراتكم في الصورة اللي مصر بتمر بيها، دي مش بلدنا لوحدنا، دي بلدكم وبلد كل مصري موجود على هذه الوطن ولازم يقوم بدوره. التجمعات اللي حصلت يوم اثنين، اليوم الثاني للمباراة زي ما قلت 9000 ميدان التحرير وغلقوا المنافس، 2000 أمام النادي الأهلي من شباب الألتراس، 1500 في العباسية في شارع الخليفة المأمون في الاتجاه لوزارة الدفاع، 250 بحاولات اعتداء على اسم المسكي، 100 من أهالي المتوفين في أحداث بورسعيد أمام مشرحة زينهم، دي طبعاً من حقهم يزعلوا، 2000 من شباب الألتراس أعلى كوبري قصر النيل، 1500 اللي أنا قلت عليهم زادوا 2000 اللي جم عند شارع حسين حجازي، 2000 الكابتن أحمد شوبير عمل بيهم وقفة في ميدان سفينكس، اسكندرية 1000 قائد إبراهيم زادوا وتوجهوا للمنطقة الشمالية العسكرية وصلوا حوالي 7000، 300 أمام اسم باب شرق، 40 في كفر الشيخ، 350 في الدهلية زادوا 2000 قدام المحافظة وقدام مديرية الأمن، محاولات احتكاك ومحاولات تعديات بالطوب والحجارة، الغربية 120، ألفين في بورسعيد زعلانين علشان الناس اللي اتظبطت عقب الأحداث، 100 قدام مديرية الأمن زادوا 500 في وقت اللحظة، 50 في الفيوم، 25 في بني سويف، 30 في أسيوط، 70 في الإسماعيلية زادوا بعد كده في وقت اللحظة في 400، 100 في شمال سيناء. أنا عايز أخلي حضرتك تعيش الصورة اللي إحنا عايشينها علشان أقدر أوصل رسالة اللي مطلوب إن أنا أقولها. أنا جاي لسعادتك. إحنا عايزين نسمع كل البيانات والمعلومات منه وحضرتك. لأن أنا عايز أقول الموضوع مش سادة نور هيكلمه. إديله فرصة يتكلم سيادتك، إديله فرصة يتكلم. على اساس تقدر تساله وتستجوبه من خلال المعلومات اللي بيقدمها. اتفضل سياده. هيتقال كل سيادتك ليك حق تسال في كل حال، لكن هو من حقه ومن حقنا عليهم انهم يسالوا.
لو سمحت الدنيا والعه بره واحنا لازم نسمع والموضوع ياخد وقته. اتفضل. اللي انت عايزه سيادتك هتقول. اتفضل سيادتك. اتفضل سيادة المساعد. اتفضل سيادة المساعد. انا يعني اعتذرت وقلت انا اسف على الاطاله، لكن انا يهمني ان حضراتكم تبقوا عايشين الصوره كامله، لان زي ما قلت البلد في بتمر بمنعطف خطير والموضوع مش سهل. الاحتكاكات اللي حصلت دي على مستوى من اسوان الاسكندريه وهذه التجمعات والتراشقات اللي وصلت الى مستوى الضرب بالالي في محيط مديريه امن اسيوط، مديريه امن السويس، أدى إلى إيه؟ إصابة 11 ضابط و199 مجند منهم 16 برش خرطوش في محيط الوزارة. أدى إلى وفاة 3 مواطنين في محيط الوزارة وفي منطقة مبار. وأصيب 323 مواطن منهم 28 برش خرطوش وواحد بعيار ناري. تم إسعاف 288 منهم وخرجوا، والباقي 35 في مستشفيات. تم ضبط 40 واحد منهم 12 واحد اتضبط هم بيسرقوا في مدرسة على الناصية الثانية من شارع وزارة الداخلية. في اسكندرية أصيب 3 ضباط وتم مجندين، وأصيب 6 مواطنين منهم 4 بخرطوش، واتظبط 6 من مسير الشارع. في الداخلية أصيب 4 و5 مجندين و12 اتظبطوا من مسير الشارع. في الغربية أصيب 2 ضباط و7 مجندين واتظبط 9 من مسير الشارع. في السويس أصيب ضابط و8 مجندين وتوفى 5 مواطنين حتى الآن، وأصيب 64 مواطن في الأحداث اللي فاتت. أرجع بقى للسبب الرئيسي في كل ما حدث، اللي هي أحداث المباراة. دلوقتي احنا عندنا صورة كاملة، حدث الماتش وحصل اللي حصل فيه، زي كل الوقائع اللي حصلت يوم 28/6 ويوم 9/10 ويوم 19/11 ويوم 16/12 ولغاية امبارح الحادثة تحصل، الخطأ يحصل، وبعدين الشحن، وبعدين التركيز الإعلامي، وبعدين الحشد، وبعدين المطالب السياسية. كل وتم التنسيق مع السيد المحافظ والسيد الحاكم العسكري، وتم توزيع الأدوار. السيد الحاكم العسكري هناك قال انا هأمن بس حركة الفندق، اللعيبة من الفندق الى النادي. في شحن معنوي، في احتقان، زي اي ماتشات المصري مع اي نادي، خصوصا اندية القمة الزمالك والاهلي الإسماعيلي. تم اتخاذ قبل الماتش هناك إجراءات لتأمين الجمهور. تم تأمين الجمهور بتاع الأهلي اللي رايح في القطر واللي رايح في المواصلات. وتم التنسيق مع شرطة نقل المواصلات وهيئة السكة الحديد علشان القطر لا يتوقف في الإسماعيلية علشان ما يحصلش اعتداء على الجمهور نتيجة برضو الشحن اللي بين الأهلي والإسماعيلي. إلا إن بعد القطر ما عدى بحوالي 10 كيلو الإسماعيلية، أحد الجمهور شد الجزرة بتاع القطر ووقف ولموا الحصى والزلط والحاجات اللي موجودة على السكة الحديد. ووردت لنا هذه المعلومة، وتم اختار أمن بورسعيد ليها علشان أول ما القطر ينزل يعيدوا مرة تفتيش الجمهور على قبل ما يركب الأتوبيسات اللي هتقلهم إلى الاستاد.
تم إيقاف القطر في منطقة الكاب قبل ما يدخل على المحطة هناك في بورسعيد منعا من اعتداء الجمهور البورسعيدي على الجمهور. نزلوا في منطقة الكاب، تم تفتيشهم وتم استخلاص الزلط والحجارة والحاجات اللي موجودة معهم، وركبوا الأتوبيسات ووصلوا لغاية النادي. أنا عايز أقول أما الدوري بدأ كان هناك رأيين في الوزارة والأجهزة الأمنية، رأي إن الأجهزة الأمنية غير مؤهلة حالياً، وخلينا نركز في محيط الجامعة والبطاقية والسلاح أو نأمن المباريات بتاعة الدوري. فرؤية إن إحنا لازم نأمن مباريات الدوري باعتبارها متنفس للشعب المصري، وباعتبارها رسالة للخارج بتقول إن إحنا الأمن عاد وهناك إجراءات، بحيث إن الاستثمار يعود مرة أخرى، المباراة بتقام وما فيش مشاكل و و و و. رغم ما حدث في الماتش اللي حصل في شهر 4 ما بين الزمالك والأفريقي التونسي اللي هو المشهور بوقعة الجلابية، وساعتها السيد الوزير السابق قال مسؤولية تأمين المباريات طبقا للائحة الفيفا والمواد اللي بتنظم هذا العمل، لائحة الفيفا ده اللي هو الاتحاد الدولي اللي مصر مشتركة فيه والمفروض بتلتزم بكل القرارات بيه، والاتحاد المصري بيلتزم بالقرارات اللي بيصدر عنها، بتقول ان المسؤولية دي على النادي المضيف، مسؤولية مادة 5 و على ما اذكر 74 و99 بتقول تنص ان النادي المضيف مسؤول مسؤولية كاملة عن سلامة طاقم الحكام والفريق المضيف ومراقب المباراة منذ وصوله، والمادة 99 بتقول ان النادي المضيف اللي بتقام عليه ملعب المباراة مسؤول عن سلوك لاعبيه وجهازه الفني والإداري والطبي وجماهيره. بعد وقعة الجلابية السيد الوزير قال مسؤولية تأمين المباريات على هذه الأندية، ووزارة الداخلية تتفرغ للأمن وتتفرغ ل حصل اتصال من المسؤولين اتحاد الكورة وقالوا ان احنا يعني الأندية عندنا مش مؤهلة وما عندهاش الكوادر الأمنية اللي تأمن مثل هذه المباريات مع وجود حالة الاحتقان في بعض الأندية اللي بتمثل لها شعبيات كبيرة، وتم معاودة القرار وأعيد النظام إلى ما كان عليه. النظام اللي كان عليه صادر بيه كتب دورية بتنظم أعمال مديرية الأمن، بتدي دور على الأندية ودور على اتحاد الكورة ودور على الشرطة، حاجات عناصر كتير، لكن من ضمن مثلا الحاجات اللي منوطة به جهاز الشرطة نعملها تنظيم اجتماعات تنسيقية بين مديريات الأمن والأندية. في حادث بورسعيد، الواقعة بتاعة بورسعيد، أنا قلت مدير الأمن راح ومجموعة قيادات المديرية راحوا عينوا الملعب معه مدير عام النادي، إلا إن لم يحدث محدش حضر علشان اجتماع التنسيقي لهذا النادي لهذه المباراة، لكن المديرية كانت بتقوم بواجبها وقامت وراحت عملت معاينات وعملت معاينات علشان تشوف الايه الوقائع والمتطلبات الأمنية والقوات المطلوبة على حسب الطبيعة. هناك احتقان كان لازم يتم تقييم الموقف، مدير الأمن طلب وتم التنسيق مع الأمن المركزي، تم دفع ب 17 تشكيل أمن مركزي لتأمين هذه المباراة. في الظروف العادية كانت المباراة من خلال 8 تشكيلات أمن مركزي. أثناء المباراة ما بين الشوطين كان الأهلي متقدم 1-0، نزل بعض الجمهور 7-8 نزلوا أرض الملعب، والأمن تدخل وسيطر على الموقف بمعاونة العقلاء والأعضاء الألتراس نفسهم، نزلوا وساعدوا الأمن وأعادوهم مرة أخرى إلى المدرجات. كان في اللحظة دي من ضمن 17 تشكيل، في تشكيلات بقى في محطة الكاب اللي هي المحطة اللي أنا قلت عليها اللي حصل فيها إعادة تفتيش وإعادة إركاب الجمهور، حوالي 1350 تقريبا من جمهور الأهلي،
ركبوهم تاني، وفي ناس محيط النادي وكاردونات أمنية علشان وصول النادي، وكان في تشكيلات. لما حصلت الواقعة الناس دخلت ما بين الشوطين 7-8 اللي تم إعادتهم مرة تانية للمدرج، تم الدفع بثلاث تشكيلات أخرى اللي كانوا موجودين في منطقة الكاب، تم خلاص مهمتهم انتهت، فدخلوا مرة أخرى وعززوا التشكيلات اللي موجودة داخل النادي، بقى أصبح 9 تشكيلات. نظام التشغيل في الأمن المركزي كان الأول المجندين يقفوا على الحدود بتاع الصف الأخير قبل الحديد داخل المدرجات نفسها. نتيجة الاحتقان اللي بين الشرطة وما بين الشعب خلال الفترة اللي فاتت دي، كانوا بيضربوا العساكر دي على قفاهم، وبعضهم كان بيلقى عليه البول، أكياس بلاستيك يتم التبول فيها وتقذف على العساكر والمجندين. بلغت إلى حالة من التذمر بين المجندين، والمجندين نفسهم كانوا بيتصرفوا تصرفات تلقائية فردية لاعتداء على هذه الإهانات اللي بتعرضوا ليها، وكانوا مش عايزين يسمعوا ضباطهم اللي قاعدين جنبهم لأنهم مش قادرين يدفعوا عنهم هذه الاعتداءات. متواصلون معكم في هذه التغطية من داخل مجلس الشعب، حيث يتواصل اجتماع لجنتي الأمن القومي ولجنة الشباب. ومعنا الآن الأستاذ محمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب، لنعرف منه يعني ما أبرز التوصيات التي خرج بها، أو يعني كان هناك توصيات للجنة الدفاع والأمن القومي، نود أن نعرف منك أستاذ محمد هذه التوصيات. طبعا ما زالت اللجنة والمناقشات حاليا، وستكون هناك طبعا توصيات من خلال اللجنة، ولجنة الدفاع والأمن القومي منعقدة مع لجنة الشباب لمتابعة أحداث بورسعيد ومجزرة بورسعيد، المجزرة التي وقعت على استاد بورسعيد مع أحداث وزارة الداخلية. ولكن للأسف الشديد حتى الآن لم تقم وزارة الداخلية بإرسال صورة حقيقية ومعلومات حقيقية عما حدث سواء في بورسعيد أو أمام وزارة الداخلية. ما يحدث حاليا هو جريمة في حق الشعب المصري، ما المجزرة هو جريمة في حق الشعب المصري، ولن يتنازل أبدا البرلمان المصري ولا لجنة الدفاع القومي ولا لجنة تقصي الحقائق الموجودة حاليا برئاسة الزميل أشرف ثابت في بورسعيد عن حق هذا الشعب. ولابد أن تقوم وزارة الداخلية بإرسال بيانات حقيقية، لأننا نرفض البيانات التي أحضرها اليوم من وزير الداخلية، ولابد من يأتي إلى البرلمان يكون قادر على اتخاذ قرار، فقد انتهى زمن وعهد أن يكون هناك قرارات وأن تكون هناك توصيات دون تنفيذ أو ترجمة إلى الواقع. أستاذ محمد، يعني الاجتماع شارف على الانتهاء، يعني وهناك يعني ملامح للتوصيات سوف تعلم بعد قليل، يعني هل أطلعتنا على يعني ملامح العامة لهذه التوصيات؟ أنا حتى حضرتك لا أسبق ما تتخذه اللجنة، لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الشباب من قرارات ومن توصيات، فأنا أحب أن أؤكد لك
أن ما تقوم به وزارة الداخلية مرفوض تماما من قبل البرلمان، فلا بد من أن تقوم حاليا بتطهير هذا الوطن من عناصر البلطجة، ولا بد أن تكون صريحة وواضحة في الطرف الثالث الذي يقوم بوضع بتدمير هذا الشعب، وبحور الدم ما زالت مستمرة سواء في مجلس الوزراء، سواء في محمد محمود، سواء في مزبيرو، سواء في أحداث بورسعيد ومنذ يوم جمعة الغضب 8. يعني غالبية من تحدثنا معهم من السادة النواب أعضاء لجنة الدفاع الأمن القومي قالوا أنهم سوف يصدرون توصيات باستدعاء بعض أعضاء المجلس العسكري. للجنة الدفاع والأمن القومي الحق في استدعاء ممثلي المجلس العسكري وأيضا كل الجهات الأمنية المعنية في هذا الأمر في الحفاظ على حق الشعب المصري. فما حدث في بورسعيد هو جريمة وهي مجزرة بأيدي مسؤول عن كشفهم الآن قبل غدا وزارة الداخلية والمجلس العسكري. يعني عرفنا من الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب أن المجلس الشعب أرسل يوم الخميس الماضي للمجلس العسكري يطلب منه إرسال بعض أعضائه أعضاء المجلس العسكري للمدخول أمام مجلس الشعب لسماع أقوالهم ومناقشتهم في هذه الأحداث. لجنة الدفاع والأمن القومي في حالة انعقاد مستمر، بل المجلس نفسه في حالة انعقاد مستمر، ولجنة تخصص الحقائق في حالة انعقاد مستمر، وستنتهي لجنة تخصص الحقائق إلى تقرير حول ما حدث في مجزرة الشهداء على استاد بورسعيد. أيضا ستقوم لجنة الدفاع والأمن القومي حاليا بإصدار توصيات، وأعتقد أنك ستعلم هذه التوصيات. أيضا البرلمان المصري تنعقد جلساته، وغدا هناك اجتماع للجنة العامة في مجلس الشعب. أستاذ محمد، يعني منذ قليل أيضا كان هناك اجتماع للجنة الشباب وأوصت بإقالة النائب العام وطلبت باستدعاء أحد أعضاء المجلس العسكري، واتهمت قيادات وزارة الداخلية بأنها المتسببة والمسؤولة عما حدث. يعني هل يعني هناك مزيد من التفاصيل حول هذه التوصيات؟ جميع التوصيات السادة النواب سواء أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي، سواء تقرير لجنة تقصي الحقائق، سواء البرلمان المصري، سيتم تنفيذه. فكما قلت لك انتهى زمن أن نصدر قرارات وتوصيات دون أن نجد لها ترجمة على أرض الواقع. يعني علمنا يعني أو يعني طلعنا في وسائل الإعلام أن وزير الداخلية عرض على الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء تقديم استقالته، لكن الدكتور كمال الجنزوري رفض. كيف ترى رفض الدكتور كمال الجنزوري لاستقالة وزير الداخلية؟ أعتقد لو كان هناك تهدئة للشارع حاليا فوزير الداخلية من دافع وطني سيقوم بتقديم استقالته، ولكن لن أيضا نترك وزير الداخلية أو غير وزير الداخلية إذا تعرض له تقرير لجنة تقصي الحقائق. وأنا أرى أن هناك مسؤولية للداخلية، فكانت تستطيع أن تمنع إجراء الماتش، كانت تستطيع أن تمنع تقوم بنقل المباراة إلى استاد محايد، أو أن تكون هناك مباراة بدون جمهور. أرى أن لابد وده مش رأي، يعني تكون هناك قرارات من مجلس الشعب تعبر عن ما يطالب به الشعب المصري. بصفتك وكيل مجلس الشعب، يعني المجلس قرر في اجتماعه الطارئ يوم الخميس الماضي توجيه اتهام لوزير الداخلية بالتقصير والإهمال والسير قدما في إجراءات تقديمه للمحاكمة، والآن الجنزوري والمجلس العسكري يتمسكان بوزير الداخلية. مجلس الشعب أصبح له موقف، يعني مفاده لابد من إقالة وزير الداخلية، بل تجاوز الإقالة إلى المحاكمة، بينما المجلس العسكري لا يرى أن الوزير يعني أخطأ أو أهمل ويتمسك به، وكذلك الدكتور كمال الجنزوري. هل يعني أصبح هناك خلاف أو صراع بين مجلس الشعب والمجلس العسكري ومجلس الوزراء؟ هذا أمر تم إحالته إلى اللجنة التشريعية بالنسبة لقرار مجلس الشعب. اللي أنا هقول لك عليه، لا تستطيع أي سلطة في البلد، السلطة التنفيذية خاصة، أن تفرض رأيها على السلطة التشريعية. مجلس الشعب إذا أراد سحب الثقة فلا بد أن يستجيب الجميع له، تمام؟ طب والمجلس العسكري لم يستجب لكم؟ لا 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 لا، هناك مجلس الشعب صاحب السلطة التشريعية، وهو صاحب الشرعية من شعب مصر.
يعني بعض رؤساء الكتل البرلمانيه، يعني رئيس كتله البرلمانيه حزب الوسط، رئيس الكتله البرلمانيه دكتور زياد بهاء الدين، رئيس الكتله البرلمانيه للحزب مصر الاجتماعي، تحدث الان امام مساعد وزير الداخليه وقال يجب اقاله حكومه الجنزوري وان يشكل البرلمان حكومه. انت كوكيل لمجلس الشعب، ما هو موقفك من هذه المطالبات؟ لاي مدى تتفق او تختلف معه؟ اي حزب قادر حاليا على تشكيل الحكومه فيعلن عن نفسه. يعني انت انا بقول لحضرتك اهو، اذا كانت هناك، عشان نتكلم بقى هنمشي على اسس ديمقراطيه، الحزب القادر على تشكيل الحكومه النهارده يعلن، وانا بعتقد ان الحزب اللي هيعلن عن نفسه هيكون الحزب اللي هو صاحب الاغلبيه النسبيه، لان هو يستطيع ان يتحالف مع كتل برلمانيه اخرى. تمام. الامر الاخر زي ما بقول لك وبؤكد عليه، ليس للجنزوري وليس للحكومه سلطه على مجلس الشعب، وإذا أراد مجلس الشعب وبعد انتهاء التحقيقات السريعة والعاجلة والطارئة في سواء في لجنة الدفاع وأمن القومي أو سواء في لجنة تقصي الحقائق أو سواء في البرلمان المصري، صاحب الثقة من وزير الداخلية أو من رئيس الوزراء أو من أي وزير، فلا يستطيع أحد وقف هذا الأمر. أستاذ محمد عبد العليم داوود، أنت كوكيل لمجلس الشعب، رؤيتك الشخصية، هل تستمر حكومة الجنزوري أم يتم إقالتها؟ هذا الأمر لو قلنا إقالة النهاردة لابد أن يكون هناك حكومة جاهزة لاستلام السلطة. نتكلم بقى بصراحة، تمام؟ هل هناك حزب حاليا أعلن أنه مستعد لتسلم السلطة؟ أنا بأرى سرعة التسريع بانتقال السلطة من المجلس العالي الأعلى للقوات المسلحة الى سلطه مدنيه. متى ستنتهي لجنه التقصي من عملها؟ هل علمت انما الى علمك اي نتائج توصل لجنه الدفاع الامن القومي بمجلس الشعب؟ طبعا لجنه التقصي الحقائق عفوا، يعني بعد اذن حضرتك، هذا العمل يتم حاليا وبسرعه وعلى اعلى مستوى من خلال الساده اعضاء لجنه التقصي الحقائق برئاسه الزميل اشرف ثابت، وستقدم تقريرها خلال هذا الاسبوع الى البرلمان ليتقرر ان يكون احد هناك غير الله سبحانه وتعالى فوق قرار البرلمان. الاستاذ محمد عبد العليم داوود وكيل مجلس الشعب، نشكرك شكرا جزيلا. عفوا. معنا الدكتور اسامه ياسين رئيس لجنه الشباب بمجلس الشعب وعضو مجلس الشعب عن حزب الحريه والعداله. دكتور اسامه، يعني عقدت لجنه الشباب بمجلس الشعب اجتماعا منذ قليل يعني برئاستكم، واصدرت عده قرارات او توصيات نود ان نعرفها منكم. أنا بدأت اللقاء بمدارسة الوضع الراهن وآخر مستجدات الأحداث، والأمور كلها ماشية في خطين. الخط الأول يعني ما يدور حتى داخل لجنة التحقيق أنها مؤامرة، هذه المؤامرة لم تكتشف، هذه جريمة أنها لم تكتشف، ثم إذا اكتشفت لم يحسن التعامل معها ولم تكن هناك إجراءات صحيحة للتعامل مع هذه الأزمة. يعني نبدأ يعني بالقرارات حتى يعرف الشخص ما يتلاشى، ثم يعني نصدر في المناقشات التي أنت تتفضل يعني توضح. اسمح لي بس عشان هذا يبرر القرارات التوصيات لهذا أوضح. أولا هناك مؤامرة، ثانيا هناك إهمال. إزاي هذين الأمرين، أن هناك مؤامرة وهناك إهمال جسيم، فلابد جاءت هذه الطلبات بالآتي. الأول، اللجنة مصرة على ما قلناه في الجلسة الطارئة لمجلس الشعب، وهو تحميل وزير الداخلية المسؤولية كاملة ومعه قيادات الشرطية الحالية عما تم. وعليه فإن اللجنة مصرة على استكمال اتهام السيد وزير الداخلية من قبل المجلس الموقر. ثانيا، لابد من عمل خطة تطهير لوزارة الداخلية على مدى خطة زمنية محددة، وهي شهر يتم فيها تطهير وزارة الداخلية من كل القيادات المتخاذلة المتقاعسة عن أداء واجبها. وعلى المجلس الموقر أيضا أن يسرع بإصدار التشريعات المعنية بإعادة هيكلة وزارة الداخلية. المجلس الشعب الموقر طبعا. ثم النقطة الأخرى، هذا ما يخص وزارة الداخلية. النقطة الأخرى أن اللجنة مصرة على مطرحته على المجلس الشعبي في جلسة الطارئة إقالة النائب العام. نحن مصرون على هذا المطلب لأنه كل التحقيقات السابقة في الحوادث المماثلة، بدءا من حادث مسرح البالون وما قبله أحداث الفتنة الطائفية، إلى مسبيرو، إلى محمد محمود، إلى مجلس الوزراء، إلى شهداء بورسعيد، نفس النتاج. تحقيقات غير شفافة، تحريات غير دقيقة، غير جادة، غير مهنية، وبالتالي سنعود إلى نفس المربع الأول. فلابد من إقالة النائب العام وتعيين نائب عام غيره، وتجرى تحريات دقيقة، ويفتح باب تحقيقات جديدة على جرائم القتل المتظاهرين السابقة التي لم تصل فيها المحاكم أو القضاء المستقل إلى معلومات أكيدة. هناك فجوة وأزمة وثغرة في مسألة التحريات. هذا ما يخص وزارة الداخلية، هذا ما يخص النائب العام. ثم رأس الفتنة دائما والبؤرة المؤججة للصراع هي سجناء ترى.
يعني هذه التوصية الثالثة أو الرابعة للمجلس؟ نعم، أنه لجنة، نعم، وهي إعادة توزيع السجناء طرا من رموز النظام الفاسد في سجون شتى، ويمنع التواصل بينهم، ويمنع التواصل بينهم وبين العالم الخارجي كإجراء احترازي، ثم يطبق عليهم بتشديد شديد لائحة السجون، تطبق عليهم يتساووا مع غيرهم في الحقوق والواجبات، هذا حق المجتمع علينا. ثم الرئيس المخلوع لابد أن يعامل معاملة السجين العادي، سجين مريض مكانه مستشفى طرا، تنتدب لجنة لتقرير حالته، تعد المستشفى في أسرع وقت ممكن لاستقباله، هذا ما يروح الشعب. ثم توصية أخرى خاصة بنا كشباب ورياضة، فتح باب الحوار مع كل فصائل الشباب، حوار جاد ليس كغيره، حوار حقيقي مجتمعي جاد يشهده المجتمع والرأي العام من كل فصائل الشباب داخل قاعات البرلمان وخارج قاعات البرلمان. عندنا أزمة وهي عدم التمايز، الآن هناك مجموعات متنقلة من 5000 ل 10000 في وسط البلد في مربع ضيق جدا على نقاط حساسة من مسبيرو إلى التحرير إلى الداخلية إلى البرلمان، فيهم شباب مخلص وشباب صاحب إرادة ثورية وفيهم آخرون، كيف يتم تمييز هؤلاء؟ لابد من حوار. الشباب الثوري مش مختلف على التفاصيل، مختلف على بعض الآليات والديناميكيات، إذن فلابد من إحنا نعمل نفتح حوار جاد، نبحث له عن آليات يستدعى فيه المخلصين، احنا نعرف جيدا من الميدان الثوار حقيقيون. نعم دكتور أسامة، أنتم طلبتم حضور أحد أعضاء المجلس العسكري إلى مجلس الشعب، هل رد عليكم المجلس العسكري؟ إلى الآن لم يطلب هذا الطلب، لكن نحن في داخل اللجنة. لجنة دفاع الأمن القومي، الدكتور بلتاج كان تحدث أن لجنة دفاع الأمن القومي طلبت ذلك من المجلس العسكري يوم الخميس الماضي، وسوف تجدد الطلب مرة أخرى اليوم. لم أسمع بأن هذا قد طلب إلى الآن، ولكن كان النهاردة الحوار. هل المجلس العسكري مسؤول عن ما يحدث؟ نعم مسؤول عن ما يحدث. المجلس العسكري هو رئيس الجمهورية، ومن صلاحيات المجلس العسكري أن يقوم وأن يشرف على مهام التطهير في وزارة الداخلية، فعلى المجلس العسكري أن يقوم بدوره الوطني في هذه المرحلة طبعاً. دكتور أسامة، يعني أنت يعني أنتم في لجنة الشباب يعني في نهاية اجتماعكم كأعضاء خرجتم بتحميل وزير الداخلية المسؤولية، بتحميل النائب العام المسؤولية، بتحميل المجلس العسكري المسؤولية. المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري يعني حمل المسؤولية للشعب، وقال يعني في كلمته عند استقباله لي لاعب النادي الأهلي هو الشعب سكت ليه، وتحدث أن لماذا لا يتحرك الشعب ضد البلطجية. يعني كيف ترى تصريحات المشير وهو يرى أن الشعب هو الذي يجب أن يلام؟ لا أن يلام هو والمجلس العسكري. يعني في رأي وفي استنتاجات حضرتك، أنا ما أقوله أن نحن في مرحلة حرجة من عمر الوطن وتاريخي، تحتاج لتضافر كل الجهود، تحتاج لتضافر القوى الشعبية. يعني هل المجلس العسكري ضحية أم متهم؟ هل الشعب يعني سلبي ويلام كما قال المشير أم لا؟ المسألة ليست كهذا، اسمح لي، نحن في مرحلة دقيقة، كل مسؤول لازم أن يقف أمام مسؤوليته، وفي نفس الوقت الخطب جلل، الأمر شديد جدا جدا، لابد من تضافر كل القوى الشعبية، بغض النظر عن كلام المشير أو غيره مع احترام، أنا أقول أن المنظومة لابد أن تنصلح الفترة القادمة، كل مسؤول بدءا من المجلس العسكري عليه أن يقف أمام مسؤوليته، القيادات الشرطية وزير الداخلية يقف أمام مسؤوليته، النائب العام الجديد يقف أمام مسؤوليته، الشعب يقف أمام مسؤوليته، نحن الآن وطن لابد له أن ينجو من هذا الغرق، وبالتالي يحتاج تضافر كل الجهود، ليس فقط الجهات الرسمية، إنما أيضا اللجان الشعبية والجهات التنفيذية، لابد أن ينشأ نوع من التعاون الآن، حفظ الأمن مسؤولية في المقام الأول الأجهزة المعنية، وفي المقابل المواطن المصري الإيجابي، لابد أن تعود للمواطن المصري الإيجابي. شفتوا امبارح حضرتك في الإيجابية الشعبية في قوافل التبرع بالدم من طوابير في بورسعيد، قالوا شعب بورسعيد مدان، شفت طوابير التبرع بالدم. دكتور أسامة ياسين، بصفتك الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة، طلبتم وجماعة الإخوان المسلمين كانت قيادتها طلبت من المجلس العسكري قبل الانتخابات البرلمانية ألا يسرع في تشكيل حكومة جديدة هي كانت حكومة الجنزوري، وأن ينتظر إلى ما بعد نتائج الانتخابات البرلمانية ساعتها، يعني البرلمان هو الذي شكل حكومة. المجلس العسكري رفض طلبكم وطلبات يعني التي وردت على لسان العديد من قادة سواء حزبكم أو جماعة الإخوان المسلمين، وسرع بتشكيل حكومة الجنزوري. أيضا حركة المحافظين خالية تماما من أي قيادة من قادات الإخوان المسلمين أو حزب النور السلفي، المحليات لا يوجد عمدة واحد حتى من الإخوان المسلمين. يعني هل تعتقد أن المجلس العسكري يرفض تسليم الإخوان أو الأغلبية في البرلمان للحكم من واقع أنه يعني أنتم مستبعدون من جميع التشكيلات التنفيذية في الدولة حتى الآن؟ ما قلته حضرتك في الأول ليس صحيحا،
ان احنا ان طلب انه لا تشكل حكومه. نحن نعلم ان اي حكومه الان موجوده هذه حكومه مؤقته. يعني قبل تشكيل حكومه الجنزور الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الارشاد المتحدث الرسمي قال ذلك في تصريحات للجزيره، قال يجب على المجلس العسكري الانتظار لحين ان ياتي برلمان يعبر عن الشعب، والشعب هو الذي ممثل الشعب هم الذين يختارون الحكومه. نحن كنا نرى ان هذه الحكومه هي حكومة مؤقتة، وكان لا يعنينا الأسماء إنما يعنينا الصلاحيات. الحكومة المؤقتة في مهمة مؤقتة تنتهي مهمتها في أقرب وقت ممكن هو موعد انتخابات الرئاسة، ثم يعاد تشكيل حكومة جديدة مرة أخرى بعد انتخابات الرئاسة. هذا كان رأينا بداية. أما مسألة أن يكون الإخوان في مواقع السلطة التلفزية هذا قائم وسوف يجري. يعني أنتم لا يوجد لكم سواء حزب الحرية والعدالة ولا حزب النور السلفي ولا حتى باقي الأحزاب يعني باستثناء حزب التجمع ليس لهم أي ممثل وفي أي موقع في السلطات التنفيذية، لا المحافظين ولا المحليات ولا الإدارات ولا المجلس القومي للشباب ولا المجلس القومي للرياضة ولا المجلس القومي لحقوق الإنسان ولا حتى اتحاد أمناء الإذاعة والتلفزيون. هل يعني تستشفوا من ذلك أن المجلس العسكري لا يرغب في تسليمكم السلطة، وبالتالي أنتم تتحاشون الدخول في مواجهة معه وصدام معه إذا ما طلبتم باعتباركم حزب الأغلبية أن تشكلوا الحكومة أو ما إلى ذلك؟ أنت تعتبر هذا هي النهايات، أنا شايف هو هذه بدايات، وأول بدايات هي هذه الشرعية الشعبية التي استمدها كل أعضاء البرلمان من شعبهم. فالبداية أولا هو برلمان ثوري يعبر عن الشعب، ثم تأتي سلطات تنفيذية. هي سلطات تفسير حضرتك المجلس العسكري لم يعين منكم أي محافظ حتى الآن، لم يعين منكم أي وزير، لم يعين منكم في الإخوان المسلمين أو في حزب الحرية أي رئيس مدينة، ما تفسيرك لمسلك المجلس العسكري؟ نحن نطلب إلى الآن مع احترامي لما تقوله أن يكون من محافظ للإخوان داخل السلطة التنفيذية إلى الآن، لم نطلب أن يكون لنا وزيرا في الحكومة قبل الآن، لم نطلب هذا من قبل. كل ما أقوله الآن هناك برلمان يعبر عن الشعب المصري، المرحلة القادمة ستشهد تشكيل حكومة ائتلافية من كافة القوى الوطنية، أن يكون الإخوان وغيرهم من الوطنيين والشرفاء داخل الأجهزة التنفيذية، أن يتغير هذا البناء الإداري للدولة الذي كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بالحزب الوطني هو قائم. ما نريده الآن ليس تفكيكا للدولة، ما نريده هو تطهير للدولة. هذا التطهير يبدأ كما نطلبه الآن من وزارة الداخلية، ثم بشكل تدريجي يذهب إلى كل الإدارات التنفيذية داخل الدولة حتى يخلص كيان الدولة والبناء الإداري للدولة من كل فاسد شارك في إفساد الحياة. دكتور أسامة ياسين، هل تخشى من أن إذا استلم الإخوان الحكم أن تكون هناك مكيدة مدبرة لهم لإفشالهم أو ما إلى ذلك؟ يعني عندما كان نشط علاء فتاح ومجموعة من المتظاهرين يحاولون الوصول إلى مجلس الشعب يوم الأربعاء الماضي، كان هناك شباب الإخوان المسلمين يحاولون منعهم، وعلى عبد الفتاح ناصر السياسي قال لشباب الإخوان لماذا تمنعوننا، لقد أتينا إلى مجلس الشعب كي نسلمكم الحكم. شباب الإخوان ردوا عليه وقالوا هناك مؤامرة تحاك للإخوان ولكم. يعني هل هذا صحيح؟ نحن لا نهرب من أي التزام وطني، نحن لا نهرب من ثقة شعبنا فينا، نحن لا نهرب من هذه الشرعية الشعبية التي أخذناها بعبر. تخشى أن يكون هناك مؤامرة؟ لا نخشى سيدي، لا نخشى هذا، نخشى. هناك جدول زمني دائما وهناك تدرج دائما، نحن لا نخشى هذا كما تقول حضرتك. نحن نخشى أن نستلم الحكم أو نخشى أن يكون لنا تواجد في سلطة تنفيذية، أبدا هذا غير مطروح. أعود بقى شباب الإخوان لم يمنع هؤلاء كما تقول، لم يمنع هؤلاء من الوصول. شباب الإخوان كان هناك أخبار تقول أن هناك اعتصام دائم مفتوح، وهناك منع للنواب من مغادرة البرلمان. بمجرد أن غادر النواب البرلمان سالمين انفض شباب الإخوان وترك الشباب يصل البرلمان كما يريد. الدكتور أسامة ياسين الأمين العام المساعد لحزب الحرية رئيس لجنة الشباب، شكرا جزيلا لك. معنا الدكتور أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم كتلة البرلمانية لحزب النور. دكتور أحمد، ألقيت يعني كان لك كلمة منذ قليل في الاجتماع المشترك لجنتي الشباب والدفاع والأمن القومي بحضور مساعد وزير الداخلية، وكان لك طلبات. هل يعني نود أن نطلع السادة المشاهدين على طلباتك من التي تحدثت عنها؟ طيب، هنا أحمد خليل أول الصوت. عفوا دكتور أحمد خليل، الله يكرم. دي رقم واحد. رقم اتنين، ان احنا لما استمعنا لكلام السيد مساعد وزير الداخلية حسينا ان الكلام ناقص بس يتحط صورة الرئيس المخلوع مبارك خلفه ونبقى احنا كأننا قبل الثورة بالظبط. نفس الكلام اللي هو ما هو الا وصف لحقائق احنا موجودين في الجرايد، لا حضرتك جاي لاعضاء مجلس الشعب المفروض الكلام يبقى مختلف. فهو ده اللي سبب الواحد ان هو يرتفع بالصوت شويه ويبقى في نوع من انواع الغضب. فالكلام اللي اتقال استاذ صابر ملوش اي علاقه بالحقائق اللي احنا عايزين نسمعها والواقع. في 73 مواطن مصري ماتوا، دمائهم في رقاب المسؤولين، لابد ان احنا نعرف
النتائج التحقيقات وصلت ليه؟ الاستاذ بقى يحكي لنا على اللواء مساعد وزير الداخليه. الاستاذ مساعد اللواء مساعد ليه؟ اللواء مساعد وزير بيحكي لنا على عدد التجمعات وعدد الارقام وطلبوا مدرعات وما جاتش، فالامر كان مخجل للغايه، فعشان كده ده سبب غضب للساده الاعضاء. يعني انتم في ككتله برلمانيه لحزب النور، يعني ما هي طلباتكم تحديدا؟ الطلبات تتلخص في الكلمه اللي احنا بنطالب بيها من اول ما الثوره بدات، وهي الشفافيه والالتزام بمعايير هذه الشفافيه. للاسف احنا لغايه دلوقتي بيتكرر عندنا محمد محمود تاني، بيتكرر عندنا البالون تاني، بيتكرر عندنا مسبيرو تاني، ولا يوجد واحد فقط يخرج على الشعب المصري يقول ان فلان ده هيتعدم. يعني من الذي تطالبه بالشفافيه؟ اول حاجه وزاره الداخليه. يعني ترى ان وزاره الداخليه لم تكن يعني لم تتح المعلومات بالقدر الكافي، وبالتالي النائب العام ايضا تحدث يعني بعض النواب عن ان وزاره الداخليه تحتفظ ببعض اللواءات الذين لهم صله باللواء حبيب العدل وزير الداخليه السابق، يعني هل تتفق معهم في ذلك؟ تطهير الداخليه، احنا بنقول ان مش كل في كل الداخليه، في الداخليه شرفاء كثير جدا، ولكن يبقى في الداخليه بعض الناس الغير شرفاء، فلا بد من اظهار هؤلاء الناس. بعض متحدثي ممثلي الكتل البرلمانيه طالبوا ان تقال حكومه الجنزوري وتشكل حكومه جديده من مجلس الشعب. موقف يعني موقفكم ككتله برلمانيه لحزب النور من هذا الطلب؟ كلمه تقال دي حضرتك عارف ان المجلس خطواته الاجرائيه الدستوريه ان هو لازم يوجه اتهام للحكومه، وبعد المواجهه دي وبعد الطلب ده يتم سحب الثقه من الحكومه، فاحنا ماشيين في الاجراءات. حكومه الجنزوري لو ما قامتش بالطلب منها في مجلس الشعب من اجراءات توضح الحقائق اللي نتج عنها هذه الكارثه، طبعا ممكن الامر يصل لسحب سحب الثقه من الحكومه. يعني من المسؤول عن الفوضى التي تشهدها مصر؟ هل شباب المتظاهرين ام هل حكومه الجنزوري ام المجلس العسكري او وزير الداخليه او جهات اجنبيه؟ يعني طيب انا في اعتقادي الشخصي ان للاسف في اكثر من محتاجين نتكلم فيها، اولها التقصير الشديد جدا. خلينا نتكلم على واقعة بورسعيد عشان الكلام يبقى منطقي. التقصير الشديد اللي حدث للامن طبعا في جانب مؤامره، اكيد في جانب مؤامره، وعشان كده في لم تقص حقائق هتجيب اخبار هيبقى فيها مفاجات كتير جدا وهتعلن على مجلس الشعب والشعب المصري هيعرفها قريب باذن الله. يعني دكتور احمد، يعني هل انتم يعني اذا يعني هل تستندون مطلب ان يشكل حزب الحريه والعداله حكومه جديده ام يعني او سبب او في خلاف معكم وباقي الاحزاب البرلمانيه في مجلس الشعب؟ هي اي حكومه موجوده دلوقتي حكومه مؤقته، وحزب الحريه والعداله هو الاقدر على الرد بهذا السؤال، لكن احنا شايفين ان اي حكومه دلوقتي هتواجه صعوبات كثيره جدا، وكاننا زي ما بيقولوا باللفظ في الشارع بنخبطها في الحيط. فالامر طبعا في منتهى الصعوبه ومرهق، وتشكيل حكومه مجرد انا شايف ان الميزه الوحيده في تشكيل حكومه انها مش هتاخد اوامرها بصوره مباشره من المجلس العسكري، بل هتقوم بعملها بصوره مباشره. دكتور احمد خليل المتحدث الرسمي باسم الكتل البرلمانيه حزب النور، نشكرك. شكرا يا فندم. معنا ايضا الدكتور فريد اسماعيل وكيل لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب. دكتور فريد، يعني تحدثت منذ قليل امام مساعد وزير الداخليه وكان لك بعض الطلبات، يعني هل اطلعت عليها الساده المشاهدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يوم اجتماع طارئ للجنه الدفاع والامن القومي، واللجنه منطبه انها تعمل تقرير النهارده وترفعه للجنه العامه بكره، عشان بعد بكره السيد رئيس المجلس يرفع التقرير النهائي من لجنه تقصي الحقائق واللجان النوعيه المتخصصه في هذا الموضوع. انا شايف ان طلباتنا النهارده كانت محدده، بنقول ان احنا مش عاوزين ينتهي الاجتماع الى مكلمه الى كلام بس ولا ينتهي الى فعل. احنا طلبنا حاجات محدده، منها محاكمه ومحاسبه المتورطين في هذه الجريمه، جريمه استاد بورسعيد، وقبله هو متعلق بذات الجرائم العديده للطرف الثالث مجهول حتى الان. وطلبنا ايضا ان القوات المسلحه اللي انسحبت من كثير من ميادين ومن كثير من الاماكن المهمه والحساسه في مصر ترجع مره ثانيه. يعني انت طلبت يعني والطالب الان بان المجلس العسكري ينشر الاليات المدرعه والخاصه بالقوات المسلحه في يؤمن المنشات الحيويه. يؤمن المنشات الحيويه لان هي كانت مؤمنه قبل ذلك عن طريق بعض أسلحة القوات المسلحة، وتم سحبها، وعقب سحب هذه القوات حصل في انفلات أمني كبير وازدادت حالات الخطف وغير ذلك. هل طلبك هذا تبنته لجنة الدفاع والأمن القومي أم أنه يعني رؤية شخصية لك؟ هو هيكون توصية، لكن احنا هنجلس الآن ونحط نراجع كل التوصيات اللي ذكرها الزملاء والقرارات، وحيعد بها تقرير بعد اللجنة مباشرة يرفع إلى رئيس المجلس. لكن هو بالتأكيد أن النهاردة
يوم مهم، احداث متعاقبه، احداث متلاحقه، في مؤامره بتحاك على مصر، في اطراف كثيره جدا فاعله في هذه المؤامره، في خيط مرتبط بكل الاحداث المتعاقبه المجهول فيها الفاعل. احنا النهارده طلبنا طلبات محدده، ان يحدد الطرف الثالث المجهول اللي بيقوم بكل هذه الافعال. كثير من الحالات ظهرت، كثير من البلطجيه تم القبض عليهم. نعم. وغير ذلك. لكن هو المهم كلجنه الدفاع والامن القومي اللي هي منوط بها هذا الموضوع، طلبت طلبات محدده من وزاره الداخليه، تطهير وزاره الداخليه، اعاده هيكله وزاره الداخليه مره ثانيه. دكتور فريد، يعني سوف استدر معك، لكن يعني بالنسبه لطلب انتشار اليات القوات المسلحه في الشوارع، هناك رؤية تقول، هذه الرؤية لمسؤول أمني كبير في وزارة الداخلية حاليا سوف أذكر لك اسمه، تقول أنه إذا انتشر الجيش المصري بألياته في الشوارع سيؤدي ذلك إلى تفكك الجيش وانهياره، سيؤدي إلى إحراق مدرعاته وألياته. تحديدا هذا المسؤول هو المقدم عصام شوقي، مدير مكتب مساعد وزير الداخلية فعادة حبيب العدلي، والذي قدم بلاغا للنائب العام في قضية حبيب العدلي، قال فيها تحديدا في شهادته أمام النائب العام، ويمكن هو الذي رسم سير التحقيقات في قضية حبيب العدلي وطبيعة التهم، قال تحديدا ان هنا ان ما حدث يوم 28 يناير كان ازمه سياسيه في البلاد، وبالتالي اخطا حبيب العدلي وبارك عندما وضع الشرطه في مواجهه مع الشعب، نتج عن ذلك انهيار جهاز الشرطه واتلاف اليات الشرطه واجهزه الشرطه. استطرد في شهادته، وهذه الشهاده ثابته في تحقيقات النيابه والنائب العام، بانه عندما نزلت القوات المسلحه الى الشوارع بادر بعض المتظاهرين بحرق بعض الاليات، يعني هناك دبابه تم اشعالها امام مسجد عمر مكرم، وقال ان الجيش ايضا لو كان استعمل العنف فان الياته كانت ستدمر، وقال ان القوات المسلحه بادرت بالتعامل بايجابيه مع المواطنين وكسب وده. الامور الان ملتهبه بين الشارع وبين المجلس العسكري، يعني وانت تعرف انه يعني هذه اليات ودبابات واسلحه ثقيله، اما يعني ان تقوم بالقصف، واما ان يعني تتعامل مع المتظاهرون، يعني المتظاهرون الغاضبون او البلطجيه او ما الى ذلك، يعني الا ترى هناك خطوره على الاليات اذا تم الدفع بها في كثافات سكانيه كبيره هي اصلا ليست مهيئه لها او معده لها؟ لا، هو انا ما اقصدش ان هي يحصل في انتشار بالكثافه اللي كانت موجوده ايام الثوره، لكن قبل شهور وايام واسابيع تم سحب كثير من هذه السيارات اللي كانت بتامن المؤسسات والمنشات الهامه في مصر، وبالتالي اعقبها حاله انفلات امني بالمناطق المتاخمه بين محافظه مثلا الشرقيه والاسماعيليه، بيكثر فيها عمليات البلطجه وقتل الافراد والاستيلاء على السيارات وارهاب المواطنين. لما يكون في سياره واحده مصفحه للجيش موجوده في هذه المنطقه، هؤلاء الذين يقومون بهذه الجرائم بينتهوا فورا. هو ده اللي احنا كان الطلب ان هو الداخليه منوط بها حمايه الامن الداخلي، لكن الداخليه في الان في وضع حرج جدا، لازم ينبغي ان هي يتم دعمها من القوات المسلحه. الامر الثاني ان القوات المسلحه المصريه هي صمام الامان، واحنا كلنا بندفع وندعم في تقويه هذه القوات المسلحه، ويعني حريصين جدا الا تنكسر هذه القوات المسلحه. دكتور فريد، ايضا يعني عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري قال في حوار منذ فتره قليله يعني انه لو انتشر الجيش السويسري نفسه في بيرن او في جنيف في سويسرا لمده شهرين سوف تحدث مشاكل بينه وبين الشعب، وبالتالي انتشار الجيش في الشارع امر جدي خطير يعارض المؤسسه العسكريه نفسها، وهذا حدث بالفعل يعني من وجهه نظر البعض. احنا لا نطالب بنشر الجيش في الشارع، انا بقول المؤسسات الهامه، المؤسسات الاستراتيجيه، والجيش يقوم بهذه المهمه حاليا الان. هو فقط قبل ايام او قبل اسابيع تم سحب بعض القوات من اماكن مؤثره ومناطق ملتهبه، فأعقبها على طول حالة انهيار أمني وانفلات أمني. احنا بس بنطالب ان الأماكن الملتهبة اللي فيها مشاكل كتير، اللي فيها انفلات أمني خطير، اللي فيها تهديد لحياة المواطنين، الداخلية الآن غير مستعدة ان تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه، وبالتالي تحتاج إلى مساعدة من القوات المسلحة في دعم قوتها في المحافظة على الأمن العام وبسط الامن وطمانينه الى نفوس المواطنين. الدكتور فريد اسماعيل، وكيل لجنه الدفاع والامن القومي مجلس الشعب وعضو مجلس الشعب عن حزب الحريه والعداله بمحافظه الشرقيه، شكرا جزيلا لك. شكرا يا فندم. ومعنا ايضا عضو مجلس الشعب الاستاذ ياسر القاضي، عضو مجلس الشعب مستقل وعضو لجنه الدفاع والامن القومي مجلس الشعب. باعتبارك عضوا بلجنه الدفاع والامن القومي مجلس الشعب، هل ترى ان هناك دوله في العالم يعني تحيط وزاراتها بالاسلاك الشائكه وتبني الجدران للفصل بين الحكام والمحكومين؟ في حقيقة الأمر أن هناك قصور في الرؤية الأمنية، نحن نتجه إلى الأمن الجنائي، والدول العالمية تبنت في المرحلة الحالية الأمن الفكري والأمن النفسي.
نحن ما زلنا نعايش العصر القديم بكل مقوماته، نحن نطبق في جميع الأحوال الأمن الفكري، وناسيين أن هناك أمنا تم استحداثه منذ 30 عاما ولم يدخل مصر، وهو الأمن الفكري أو الأمن النفسي لكل الطوائف المصرية. هناك يعني من وجهة نظرك باعتبارك عضوا في لجنة الدفاع والأمن القومي، هل يعني من الطبيعي أن تقام الأسوار في وسط القاهرة في شارع القصر العيني ومحمد محمود والأسلاك الشائكة؟ هل هذا منظر طبيعي، مسلك طبيعي؟ هو طبعا مسلك خطأ، بس هو ناحية إجرائية، ولكن سيؤثر على الاقتصاد، سيؤثر على البورصة، وكلنا يعني ننتظر جلسة الغد. سيكون أتوقع سيكون فيه انهيار كبير في البورصة المصرية، لأن أي حدث سيؤثر في البورصة سينعكس بالتالي على جميع الشركات والمصانع. أنا أرى أن يجب أن تدار هذه الأزمة بفكر وبحكمة، ويجب أن نستحضر جميعا آلية التوافق أو آلية المصالحة الوطنية. يجب أن يكون فيه قدر معين وقدر كبير جدا من المصالحة الوطنية بين جميع القوى السياسية، لأنه يوجد احتقان حتى الآن في مجلس الشعب ما بين الأعضاء بعضهم البعض، احتقان ما بين الطوائف، سواء بعد الأمر بعد تشكيل لجان شعبية أو ما يسمى بالمشيريات من جانب الإخوان المسلمين قبل الحادث بيوم. من يعني أنت كنت انتقدت قيام الإخوان المسلمين بعمل كردون حول مجلس الشعب وفقا لما ذكروه، كانوا يقولون أنهم يرغبون في حماية المجلس. لا، بالتأكيد هو انتقاص لسياسة الدولة، انتقاص وامتهان لسياسة الدولة، وفيه اتهام شديد أو اتهام غير مباشر للجيش والشرطة بعدم التأمين، وخصوصا أن السيد وزير الداخلية تمطع وقال لنا أن 14 فرقة أمن مركزي يحمون مجلس الشعب، فكيف بهذه المقولة وأخرج لأرى ميليشيات؟ هل يريد شخص أو هل يريد أحد؟ يعني أنت تذكر أنها ميليشيات، هل كان مع أسلحة؟ لا 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 لا، سواء شهدت أسلحة مع شباب الإخوان الذين كانوا موجودين؟ بالتأكيد أنا شهدت. لا مش 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 أسلحة، أنا وجدت عصي كهربي كانت معهم؟ كانت معهم، بالفعل كانت معهم، وهذا الوضع يؤدي إلى حرب أهلية أو وضع حق. لم تكن يعني هناك قوات للشرطة موجودة، قوات الجيش، لماذا لم تلقي معه القبض عليهم يعني إذا كان معهم صواعق كهربية؟ أنا في اعتقادي أن الحل الأمثل، وقدمته إلى لجنة الأمن والدفاع القومي، هو تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية. بجد نحن في خطر داهم، وأخشى كل الخوف أو خاف كل الخوف من التحول من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة الانتقامية، وهذا ما سيؤدي للبلد بكارثة لن تخرج منه مصر قبل 50 عام. الأستاذ ياسر القاضي، عضو مجلس الشعب وعضو لجنة الدفاع الأمن القومي، أنت نائب مستقل، نشكرك شكرا جزيلا. شكرا جدا. يعني وكان ومعنا المهندس حاتم عزام، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحضارة. مهندس حاتم، يعني تحدثت منذ قليل وكان لك بعض المطالب مع مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، يعني هل أطلعتنا على يعني مطالب الكتلة البرلمانية لحزب الحضارة؟ والله احنا يعني الحقيقة احنا كنا بنقول ان لجنة الدفاع والأمن القومي والبرلمان لازم نبقى واقفين قدام مسؤوليتنا الحقيقية، لأن النهاردة احنا جزء من الحل. لو استمرينا بدون حل جذري هنبقى جزء من المشكلة بعد كده. احنا كان طلبنا واضح جدا ان نستدعي مسؤول الأمن عن في المجلس العسكري، لأن احنا كنا شايفين ان السيد مساعد وزير الداخلية يعني الحدث اكبر منه بكثير جدا، واكثر من هو اللي حقه. الحوار اللي كان فيه مع ساعه حوار مرسل بيان صحفي لسرد الاحداث على مباراه كره القدم، وان السبب رفع اللافته. الحقيقه كلام كله يعني انا شايفه تسطيح واستخفاف بعقول النواب القاعده. يجب ان نشرع في يعني تشريعات محددة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية. ما زال النظام المصري يسود، نظام حسني مبارك يسود ولا يحكم. هل ذكر لكم مساعد وزير الداخلية كيف دخلت الأسلحة والسنج والمطاوي إلى الاستاد؟ لا لا، مساعد وزير الداخلية كان خطابه ساعة الحقيقة. ذكر أم لم يذكر؟ لا لا لم يذكر. هو يعني أنا بقول لحضرتك إحنا ما زال نظام حسني مبارك يسود ولا يحكم. هل أجابكم عن أسباب إقالة مدير أمن بورسعيد قبيل المباراة؟ ما زال هو المفروض دلوقتي يبتدي يجاوب على الكلام اللي احنا قلناه، بس احنا شايفين ان التعامل مع الأزمة بشقها الأمني فقط لن يكفي. نعم، يعني سنتناول الشقل، لكن أيضا بالنسبة للشق الأمني، هل بيان مساعد وزير الداخلية أوضح لكم هل كانت هناك بوابات تأمين؟ هل كانت هناك أسوار حديدية داخل الاستاد تمنع المشجعين من النزول؟ هل أجاب لكم في بيان
بيانه عن من قام بلحم البوابة المؤدية التي تسمح بخروج مشجعي النادي الأهلي؟ والله هقول عليك حاجة، أنا يعني استمعت ساعة لربع في البيان مساعد وزير الداخلية، مساعد وزير الداخلية، لا لا لم أجد تحميل واضح أو سبب واضح لما حدث. كل ما انما اجي وسعد وزير الداخليه يقول اصل في مشجعين رفعوا يافطه من الاهلي وجاب بورسعيد، الحقيقه كلام يعني 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 ما حدث، دي مذبحه استمرار لمحمد محمود ومجلس الوزراء، كل الناس بتقول هذا الكلام. مهندس حاتم دعني اسالك يعني سؤالا شخصيا، انت حفيد عبد الرحمن باشا عزام الامين العام لجامعه الدول العربيه في الخمسينات وفي عهد الرئيس الراحل عبد الناصر وخلال 52، يعني يعني من واقع خبراتك ومن واقع ما يعني سمعته، يعني اذا كان اتيح لك انت يعني سواء من والدك او من عبد الرحمن باشا عزام، هل يعني التاريخ يكرر نفسه؟ يعني بعض يعني كان هناك ابراهيم عيسى نوارة نجم ايضا كتبت في ذات الموضوع، سياسيون اخرون دكتور سيف عبد الفتاح يقولون ان هناك مسلسل عام 1954 واحداث فوضى في البلاد يتكرر وتمهيدا لبقاء الحكم العسكري، لاي مدى تتفق او تختلف معهم؟ انا اتفق ان هناك فعلا مسلسل لاحراق مصر وتدميرها مشترك فيه عناصر من داخل الأجهزة الموجودة حاليا اللي هي محسوبة على نظام حسني مبارك، مشترك فيها النائب العام اللي متعين بأوامر حسني مبارك، مشترك فيها فلول النظام. لجنة التحقيقات اللي في بورسعيد نتائجها ابتدت تبان ان مسؤولين عن هذا جزء من النظام القديم. نعم النظام القديم يحاول ان يفرض يعود افراد نفسه بشكل جديد وبأموال جديدة، انا ان شاء الله كل ثقة في الله وفي الشعب وفي مجلس البرلمان نحن نقف امام هذه المحاولات، ويجب ان يتم حوار جاد مع المجلس العسكري الان ان نشرع في تسليم السلطة، ولان احنا كمان لو الضغط على المجلس العسكري فقط لتسليم السلطة من غير يعني ما تحدث هناك اتفاقات واضحة كيف ستتم تسليم السلطة هيسيبونا البلد مولعة، يعني احنا مش عايزين نوصل بمصر لهذه المرحلة. المهندس حاتم عزام رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحضارة، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يعني كانت هذه بعض اللقاءات من داخل مجلس الشعب، اطلعنا من خلال السادة الأعضاء والنواب عن أبرز القرارات التي أو التوصيات التي خرجت عنها اللجنتين. نود أن نوضح أننا اتصلنا منذ قليل بعدد من أعضاء مجلس الشعب في لجنة تقصي الحقائق ببورسعيد، ووفقا لما تحدثنا إليهم من أعضاء لجنة تقصي الحقائق قالوا أن هناك كان يعني هناك أدلة على وجود مخطط متعمد لذبح المشجعين، استشهدوا بوجود لحام على الباب الحديدي المخصص للخروج من قبل المخصص للنادي الأهلي مشجعي النادي الأهلي، وقالوا انهم استمعوا الى مدير امن المدير الاداري لاستاد بورسعيد وابلغهم بان قوات الشرطة هي اللي طلبت منهم قبل ايام من المباراة بوضع لحام على هذا الباب واغلاقه. قالوا ايضا انه وجدوا ان الابواب التي تفصل بين الفريقين يعني تم فتحها، قالوا انهم تبين لهم من المعاينة ان لا توجد اسوار حديدية داخل استاد بورسعيد تمنع المشجعين من النزول الى الملعب. تبين لهم ايضا ان الاستاد نفسه غير يعني التجهيزات البنائية فيه لا غير امنة، بحيث ان المدرجات لا يوجد سور خلفي يمنع سقوط المشجعين، حيث وهذا ادى الى ان البلطجية قاموا بالقاء عدد كبير جدا من المشجعين. قالوا ان هناك شخص واحد فقط قبض عليه الاهالي وسجل له تسجيل فيديو اعترف فيه بان احد رجال الاعمال يدعى جمال عمر وهو صاحب محلات العروسة يعني صديق جمال مبارك هو الذي استأجر هؤلاء البلطجية، وهذه الشائعة يعني او هذا التسجيل الفيديو تداوله امس عدد من ابناء محافظة بورسعيد، قام بعض الاهالي بعدها بتكسير هذه المحلات، لكن اعضاء مجلس الشعب قالوا انه رغم هذا الفيديو الذي يعني تم تسجيله بمعرفة الاهالي لهذا الشخص المنسوب اليه انه مارس اعمال بلطجة الا انه غير كافي لاتهام هذا رجل اعمال او جمال مبارك او اسرته بالتورط في هذه الاحداث، وقالوا انهم سوف يلتقون اليوم بالمتهمين في هذه الاحداث وبالمسؤولين في قيادات الامن. والان ننتقل الى صور حيه ومباشره الى ميدان التحرير.